أكثر من 7 مراحل من عودة المغتربين اختتمت أمس، مراحل لم تكفي لإعادة كل من يرغب هربا من فيروس الكورونا، والطلاب المغتربون جزء أساسي من هؤلاء، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي حرمت الأهل إرسال الأموال إليهم. فدخلت الحكومة على الخط. بخلال آخر جلسة مجلس وزراء قدمت الرجيم $1,000,000 للطلاب بالخارج مساعدات، واتخذ قرار أنه مبدئيا ينعطوا للطلاب الأكثر حاجة. خلال هاليومين بلشنا الآلية لنشوف طلبنا من الطلاب تتقدم طلبات وتبرز المستندات الثبوتية اللي بتثبت عن حاجتها. هذا المبلغ إذا اعتبرناه لشي 3000 طالب يطلع حوالي $300 بالطالب بالشهر، بكفي ليغطي له مبدئيا وين ما كان بالعالم كلفة أكله وشربه ليسلك هالأسبوعين ثلاثة أو هالشهر لحد ما يرجعوا، يعني لحد ما تبلش عودة الطلاب بنهاية سنتهم الدراسية كله. بدأت وزارة الخارجية العمل بدعم الطلاب وأرسلت آلية التقدم لنيل هذا الدعم. اليوم حنبلش أول دفعة، يعني إجينا 95 اسم لأنه بحاجة نحن نتأكد أنه 100% أنه هالأسماء أكيد الطلاب بحاجة، وأكيد تما يتحولوا الأموال لناس ما بتستاهل. بعتناهم لوزارة المال، غالبيتهم من أوروبا الشرقية وفي شوي من أمريكا الشمالية. عندنا ناس كمان مقدمة طلبات بس طلباتها عم ندرسها، بيتواصلوا حصرا مع السفارة، السفارة تتأكد من طلباتهم، يقدموا مستندات ثبوتية، يبينوا كيف كانوا عايشين. بالآخر هيدا مال جاي للدولة وبالتالي ما فينا نتصرف فيه، يعني بنتصرف فيه بكتير دقة ونكون حريصين عليه. بانتظار إعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية لمن يرغبون بالعودة لا يكفي ما تقدمه الدولة. بلشت مشكلتنا مع اندلاع الأزمة المالية السياسية بالبلد، ما عدنا قدرنا نحول أموال لأبنائنا بالخارج، يعني نحول مصاريف وأقساط الجامعات. يعني في عدد من الأهل حتى الأهل المقتدرين اللي عندهم حسابات بالدولار الأمريكي ما عم بيقدروا يحولوا، وهذه الأزمة مستمرة لحد هلأ بشكل عام. تتحرك الحكومة بخطى صغيرة لكن ثابتة لمحاولة مجابهة فيروس كوفيد-19، من التعبئة العامة إلى إجلاء المغتربين وصولا إلى محاولة دعم الطلاب. في انتظار ما ستؤول إليه الأحوال لابد من استكمال كل الخطوات بإيجاد حلول ومخارج إضافية لدعم المغتربين. حسان الرفاعي، قناة الجديد.